عبر العالم، واحد من كل 4 أطفال يعيش في بلد متضرر من النزاعات أو الكوارث. يواجه الفتيان والفتيات المخاطر بشكل يومي، مهددة حياتهم ومستقبلهم وصحتهم الجسدية والنفسية، في حين أنه قد لا يكون مرئياً دائماً للجهات الفاعلة في مجال حماية الطفل. فإن المجتمعات المحلية تنظم نفسها بطرق مختلفة وتروج لرفاهية الأطفال وتحميهم من العنف والإساءة والإهمال والاستغلال. إنه من واجبنا كجهات فاعلة في مجال حماية الطفل العمل جنباً إلى جنب مع أفراد المجتمع المحلي في استجابتهم لاحتياجات الأطفال. خذ نينا على سبيل المثال. نينا فتاة تبلغ من العمر 14 عاماً وقد نزحت مؤخراً بسبب النزاع وتعيش الآن في المخيم. نينا تحب كرة القدم لكنها لم تلعب منذ نزوحها. ذات يوم رأت نينا بعض الأطفال يلعبون كرة القدم في ساحة فارغة. حينها خطرت على بال نينا فكرة. جمعت نينا الأطفال وبعض الداعمين من الكبار وعملوا معاً على تنظيف الساحة وقاموا بتنظيم بعض التمارين للأطفال في تلك المنطقة. تقوم نينا وأصدقاؤها والعديد من أفراد المجتمع بتدريب فريقين. ليس لديهم الكثير، لكن نينا تتطلع إلى ذلك كل يوم والأطفال يحبونه أيضاً. بعد وصول الجهات الفاعلة في مجال حماية الطفل إلى المخيم، تحركوا بسرعة لمعالجة مخاوف تتعلق بالصحة النفسية وتأسيس مساحات آمنة في تلك الساحة الشاغرة نفسها وتوظيف ميسرين من خارج المجتمع. شعرت نينا وأصدقاؤها بالحيرة وخيبة الأمل بعد أن خسروا مساحتهم، ولكن الأطفال لا يعلمون لمن يلجأون. كيف يمكن للجهات الفاعلة في مجال حماية الطفل استخدام مقاربة أقوى على مستوى المجتمع المحلي؟ في سنة 2019 قام تحالف حماية الطفل في العمل الإنساني بنشر نسخة جديدة من المعايير الدنيا. يعيش الأطفال في مجتمعات تعزز رفاههم وتمنع الإساءة والإهمال والاستغلال والعنف ضد الأطفال قبل وخلال وبعد وقوع الأزمات الإنسانية. في حين أنه لا يوجد نموذج مقاس واحد يناسب الجميع، يحدد المعيار 17 الإجراءات الأساسية والتوجيهات الإرشادية للعمل جنباً إلى جنب مع المجتمعات المحلية. تتضمن هذه الإجراءات تنفيذ تحليل للسياق لفهم الأعراف الاجتماعية والمواقف تجاه الأطفال في المجتمع، ولتحديد مصادر الخطر المحتملة والتي لا تدعم مصلحة الطفل الفضلى. يذكر المعيار 17 حاجتنا لبناء علاقات مع أفراد المجتمع المحلي ومقدمي الرعاية، وكذلك مع الأطفال مثل نينا الذين يروجون لحقوق الأطفال ونموهم الصحي ورفاهيتهم. سيساعدنا هذا على تحديد أولئك الذين يلعبون أدوارا مهمة في حماية الأطفال وتحديد الأولويات ومعالجة قضايا حماية الطفل وتحديد المسؤوليات في العمل على مستوى المجتمع المحلي ودعم الأطفال والأسر المعرضين للخطر بشكل أفضل. دعونا الآن نعود إلى الجهات الفاعلة في مجال حماية الطفل في المخيم عند نينا. تخيل أنهم استخدموا مهارات تواصل صديقة للطفل لكي يستمعوا إلى ما بدأته نينا وأصدقاؤها وأفراد المجتمع المحلي. من خلال الاعتراف بالعمل الرائع الذي قامت به نينا وسؤالها عما يمكنهم فعله لدعم الأطفال في مجتمعها بشكل أفضل، نينا تشعر بالرضا والانتماء. من خلال علاقة الثقة، ساعد العاملون في مجال حماية الطفل نينا ومجتمعها على تنمية مشروعها. إن الإجراءات الدنيا في المعيار 17 تشجع على التعاون مع أفراد المجتمع والأطفال. هذا سيساعدنا على تحديد استراتيجيات الحماية المناسبة، العثور على طرق للتطوير والحصول على التقييمات خلال وبعد عملية الاستجابة الإنسانية، وتعديل على طبيعة النشاطات أينما احتجنا لذلك. وهذا يمنحنا فرصة أفضل لدعم الحلول المملوكة من قبل المجتمع الذي فعلاً يحمي الأطفال.